لسه مكملين اخبارنا بعد ما حسم رجاله فريقنا لقب كاس مصر. انطلقت الاحتفالات بين جماهير القلعه البيضاء، ولكن كان في رصد مختلف من الصحف والمواقع، خاصه بعد التتويج باغلى البطولات. تعالوا مع بعض نشوف قالوا ايه عن فوز الزمالك بالكاس. تعالوا بقى نبدا من اليوم السابع. الزمالك يحتفل بالتتويج الكاس 28 أمام شعار الأبيض يقف المستحيل عاجزاً. تعالوا نروح بقى للوطن. فيريرا البطل المشترك في آخر ثنائيتين للزمالك على حساب الأهلي. تعالوا نروح للكابتن فريرا. بعد الفوز مع الزمالك ببطولة كاس مصر، هذا الفريق سيتوج بمزيد من الألقاب. تعالوا نروح يلا كورة. زيزو الفوز أمام المنافس يعطيك دفعة، ولكن بطولة الدوري هي الأهم. بعدها نروح ليه في الجول. الثنائية الرابعة، الزمالك بطل كاس مصر 2021 بالفوز على الأهلي. نروح لموقع بطولات كابتن أسامة نبيه. الزمالك كان يستطيع مضاعفة النتيج أمام الأهلي، وسنركز الآن في الدوري. تعالوا بقى نروح نشوف الصحف العربية والإماراتية. طيب صحيفة اتحاد الإماراتية قالت إيه؟ قالت الزمالك يحصد الثنائية الأصعب في تاريخه. تعالوا بقى نروح للبيان الإماراتية، وقالت رحلة كاس مصر تصل للنهاية بعد 19 شهر. تعالوا نروح لصحيفة تونس الرقمية. على حساب الأهلي، المسلوسي والجزيري يتوجان بلقب كاس مصر. تعالوا نروح للسعودية وصحيفة الرياضة السعودية. المرة الثالثة الزمالك بطل كاس مصر على حساب الأهلي.